أقلعت صباح اليوم الطائرة الإغاثية 31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش ومحملة بعشرة أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. كما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 24 من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وقال المركز إن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 31 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من العريش، عفوا معنا على الهواء مباشرة من العريش، مراسلنا حمادة العربي. حمادة بعد التحية، ماذا لديك من جديد فيما يخص يعني كل ما يخص الهدنة الإنسانية ودخول المساعدات الإغاثية واستقبال أيضا النازحين من غزة؟ محمد، بعد التحية، هناك استمرار لتدفق المساعدات على مدينة العريش وعلى معبر رفح منذ 6 صباحا، ودخلت ما يقرب من 100 شاحنة إلى المعبر، وهذه الشاحنات محملة بالمواد الغذائية ومحملة أيضا بالمواد الطبية والأدوية، إضافة أيضا إلى وجود عدد كبير من المستلزمات المعيشية الضرورية في هذه الآونة إلى أهالينا في قطاع غزة بشكل كبير. يضاف أيضا إلى كل ذلك، نحن في انتظار زيارة مهمة للدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي إلى مدينة العريش. يمكن هذه الزيارة تأتي في إطار زيارات متعددة لمسؤولين محليين وإقليميين ودوليين للاطلاع على المشهد هنا في مدينة العريش ومن ثم معبر رفح المصري، وزيارة المصابين الذين يأتون تباعا إلى مستشفى العريش عبر معبر رفح. يضاف أيضا إلى هذا التنوع وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف الخاصة والتابعة للكويت وتابعة أيضا لتركيا والمملكة العربية السعودية في انتظار التصريح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يمكن كما تعلم هناك حاجة شديدة وماسة إلى المزيد من المساعدات وخاصة المساعدات الطبية، سواء كانت تلك المساعدات في شكل سيارات أو مستشفيات ميدانية، وهذا النداء الذي أطلقته وزارة الصحة الفلسطينية من داخل قطاع غزة، التأكيد على ضرورة تشغيل المستشفيات الميدانية التي دخلت المعدات الخاصة بها إلى قطاع غزة، ولكنها حتى هذه اللحظات غير جاهزة للدخول إلى العمل بشكل أساسي. أيضا من ضمن التصريحات والنداءات التي خرجت ضرورة الضغط على قوات الاحتلال لإمداد المستشفيات بالسولار أو الوقود بمعنى أدق، لأن حتى هذه اللحظات رغم الكميات الكبيرة التي دخلت إلى القطاع، إسرائيل ترفض إمداد المستشفيات بالغاز وإمدادها بالوقود لإعادة تشغيلها مرة أخرى. هناك نقص شديد في الأدوية، هناك نقص شديد في المواد الإغاثية التي تدخل إلى القطاع، لأن ما يدخل، إذا تحدثنا عن أيام الهدنة وهو 200 شاحنة، الأيام الغير ذلك كان يدخل إلى القطاع ما يقرب من 500 شاحنة يوميا، إضافة إلى ذلك الوضع الطبي والصحي والغذائي المتردي لأهالي القطاع. هذه الكميات لا تكفي نهائيا إلى أهالينا في قطاع غزة، حيث أن ما يقرب من 1,400,000 مواطن فلسطيني هم نازحون من شمال القطاع إلى الجنوب. وأيضا التأكيد على ضرورة إمداد الشمال بالمساعدات، وإن كانت هذه المساعدات تلقى أحيانا بعض الاعتراضات من قوات الاحتلال وأحيانا يتم إطلاق أعيرة نارية، لكن هناك ممارسات ضاغطة سواء من الجهات والوساطة المصرية القطرية وكذلك من الولايات المتحدة لمحاولة إقناع إسرائيل بإمداد قطاع غزة بالمزيد من المساعدات. اليوم هو اليوم السابع لهذه الهدنة، والذي جاء تمديده في الساعة 0 أو قبيل بداية يوم جديد، حيث أن الهدنة تنتهي في 7 صباحا من كل يوم. اليوم فوجئنا قبل الساعة
السابعة بقليل الموافقة على قرار تمديد الهدنة ل 24 ساعة فقط، مما يجعل الأمور يعني على المحك بصورة كبيرة سواء للفصائل الفلسطينية وحركة حماس أو لقوات الاحتلال عما سوف تسفر عنه الأيام القليلة القادمة، وإن كنا نتحدث عن الغد بالتحديد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا حمد العربي، كنت معنا على الهواء مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك.